بسم الله والابن والروح القدس له الواحد أمين. حابب أتكلم معاكم النهاردة على موضوع والحقيقة بقاله فترة شغلني، اسمه الجوع. اسمه كده الجوع. والحقيقة طبعا إحنا لما بنقول كلمة الجوع عادة اللي بيجي في دماغنا الجوع الجسدي، إنه أنا النهاردة جعان فبفطر أو بتعشى أو بتغدى وبشبع. لكن الحقيقة ده نوع واحد من أنواع الجوع اللي موجودين في الدنيا. في نوعين تانيين مهمين بالعكس أخطر من الجوع الجسدي. يعني في حاجة اسمها الجوع النفسي. يعني إيه الجوع النفسي؟ يعني مثلا الجوع إلى النجاح. مفيش إنسان يقدر يعيش طول عمره ما بينجحش، لا في المدرسة ولا في الكلية ولا في الشغل. وتلاقي الإنسان اللي ما بينجحش مع الوقت بيكتئب ويبقى ملوش نفس يعمل حاجة، وممكن تجيله أفكار صعبة زي الانتحار أو إلى آخره. زي الجوع مثلا إلى الأمان، ده جوع نفسي. أنا نفسي أكون عندي أمان وعندي هدوء وعندي كده سلام، وإن أنا مطمن إن أنا ما عنديش مشاكل. النوع الثالث من الجوع هو الجوع لربنا، وده الجوع الأهم اللي اتكلم عنه ربنا وطوبه وقال طوبة، يعني يا بخت للجياع والعطاش إلى البر لأنهم إيه؟ يشبعون. اللي حاسس إنه محتاجني وجعان ليا وجعان للبر، الحقيقة أنا بطمنه إنه طالما هو بيسعى إنه يشبع بيا أنا هشبعه. فيا بخت طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم إيه؟ يشبعون. وشفنا أبائنا القديسين وأمهاتنا القديسات اللي مشوا في سكة الشبع بربنا، واللي عاشوا مع ربنا علشان يشبعوا بيه، وكانت النتيجة إنه مش بس هم شبعوا بربنا، ده بقى الجوع الأرضي أو الجسدي والجوع النفسي مش مهم، مش مهم بقى بالنسبة لهم. عندهم استعداد يصوموا لساعات طويلة، وعندهم استعداد يبقوا مش معروفين من ناحية العالم ولا ناجحين بمنطق الأرض، لكن كانوا شبعانين بمين؟ بربنا. يبقى عندنا كم نوع من أنواع الجوع يا أحبائي؟ ثلاثة. طبعا الجوع الأول والثاني أنا مش جاي أتكلم عنه، لأنه في الغالب دي أمور أرضية، وكل الأمور الأرضية زي ما بيقول الكتاب كده، لأن الأمور التي ترى هي أمور إيه؟ وقتية، يعني تاخد وقتها وخلاص. لكن أنا هكلم مع حضراتكم النهاردة على موضوع الجوع لربنا. عايز أقول حاجة، موضوعنا مقسوم سؤالين. السؤال الأول هو الشخص اللي جعان لربنا بيبان في ايه، او تحت عنوان السؤال بوضوح مظاهر الجوع لله. يعني انا لما ابقى جعان لربنا ده بيبان في سلوكي وتصرفاتي في ايه. وعشان نبقى متخيلين الموضوع خلينا نتخيل كده ونشبهه بالجوع الجسدي. يعني حضرتك شغال وتعبان في شغلك وطول اليوم مرهق وشغال من الساعة 7 الصبح لغاية 9 بالليل، ومروح البيت ومتخيل إيه؟ إنه عاملين لك أكل. طبعاً بيتهيألك، يعني أنت بتحلم، لكن يعني تخيل تخيلات زمان دي حلو، إن أنا هروح ألاقي إيه؟ الغدا موجود وهاكله كده. روحت ما لقيتش الغدا موجود، خلاص؟ إحساسك إيه بقى؟ خصوصاً لو القصة دي اتكررت كتير، يعني كذا مرة ترجع بيتكو جعان وتعبان ومتخيل ومتأمل للقصة دي وتفاجأ إنه مفيش إيه؟ غدا. إيه المشاعر اللي ممكن الإنسان مننا يشعر بيها نتيجة الحدث ده؟ وتعالوا بقى ناخد الفكرة دي ونطبقها على جوعنا لمين؟ لربنا. بس الأول خلونا عشان إحنا بنجوع أرضي وبيأثر فينا قوي ناخد نشوف إيه اللي هيحصل. فكروا معايا يا أحبائي، الشخص اللي خد صدمة إنه رجع بيتهم ما لقاش الغدا، وإنه جعان وإنه تعبان،
ايه المشاعر اللي جواه؟ فكروا معي. يلا عايز اسمعكم، تفضل. اول حاجة انه يبقى متذمر، مش كده؟ متذمر، مش فرحان، مش شاكر، مش مبسوط، ويبتدي يلوم الاطراف اللي حواليه. فالتذمر ده يبان في حاجات كتير، يبان في فكرة اسمها فكرة القمص. تسمعوا عن القمص؟ يعني ايه القمص؟ يتقمص، يقول لك بقى انا شغال وطلعان عينيا وبجيب مرتب شهري قد كده، عشان حتى لما اجي الاقي لقمه في البيت وفي الاخر محدش حاسس بيا ولا معبرني، بقى انا طلعان روحي في الشغل عشان بيتي يبقى كويس وعايش في مستوى كويس وفي الاخر محدش يحس بيا. فيبتدي الانسان يحصل له ايه؟ تذمر، يؤدي الى انه يبقى مقموص. وطبعا لو قرروا يعملوا له الغدا متاخر يقول لهم ايه؟ مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، مش عايز منكم حاجه. ليه؟ لو كنتوا عملتوا كنتوا عملتوا منين؟ من بدري. طبعا تلاحظوا ان التذمر والقمص منتشر ولا مش منتشر؟ منتشر. فناس كتيره قوي مننا مقموصه ومتذمره من الاخر. تلاقي الاب والام اللي ربوا عيالهم وكبروهم ودخلوهم جامعه، وبعدين العيال دي كبرت وجوزت وجابت عيال وهجرت او حتى انشغلوا عنهم، مقموصين منه. فتلاقي الاب مقموص من ولادي، يقول لك انا بعد ما ربيت وصرفت وعملت قد كده، الواد كبر واتجوز وايه وشاف حاله، ولا بيجي لي ولا بيكلمني، ويوم ما يجي يبقى بيجري كده وتحس ان وراه مليون حاجه، ويعيش لي في دور رئيس الوزراء، ويبقى مهتم انه كانه يعني عنده التزامات الدنيا والاخره. فتلاقي الاب والام متضايقين ومتذمرين ومقموصين منين؟ الزوج مقموص من مراته. كنت متخيل لما هتجوز مراتي هتدلعني وهاجي الاقي الاكل جاهز وتديني احترامي، وهي الحقيقه مش بتحترمني ولا حاجه. ده كل مره يحصل خناق وتلم عليا الجيران اللي في العمار، فانا الحقيقه مقموص. وهي في نفس الوقت الزوجه مقموصه من زوجها. ليه؟ تخيلت انها لما تتجوز ده هو السند، وهو الراجل اللي تسند عليه، وهو اللي يقعد لها كلام حب، وهو اللي هيقدر يبقى معاها طول الوقت، وهي مع الوقت ما تلاقيش ده، فمع الوقت تتقمص. فاول مظهر من مظاهر الجوع القمص، تذمر والقمص. تلاقينا بسهولة بنتذمر وبسهولة بنتقمص. ده سببه ايه؟ مش ان احنا ما لقيناش الاكل، لا لا لا، سببه في الاساس ان احنا مش شبعانين بربنا. فالنتيجة ان بسهولة بنتخيل ان احنا ممكن نشبع من الاخر. وطبعا في مثل مشهور يقول لك جبتك يا عبد المعين ايه؟ تعني لقيتك. يعني انا جاي وحاطط املي عليك ان انت اللي هتشبعني، طلع اللي هتشبعني ولا حاجه، ده انت عايز اللي يطبطب عليك ويدلعك، ده انت عايز اللي يشبعك اصلا. فاول مظهر من مظاهر الجوع لله القمص، تذمر والقمص. ايه كمان؟ اتفضل. الاحباط، او بنوصل لمراحل اصعب، هو الاكتئاب. يعني الناس بقى هيتضايق، مش كده؟ يعني هيقفل، ومع الوقت الموضوع لو اتكرر ايه؟ يكتئب. حس انه يعني معقوله دلوقتي؟ نشكر ربنا بقينا بنكتئب احتياطي. يعني ايه بنكتئب احتياطي؟ بنكتئب على اعتبار ما سيكون. يعني ساعات تقعد مع بعض الاشخاص، انا بدي امثله ممكن تبقاش حقيقيه يعني، لكن ساعات بيحصل كده، تقول له حبيبي انت قلقان، يقول لك اه يا ابونا. ليه يا ابني قلقان؟ يقول لك الظروف والعيشه والدنيا والدولار اللي بيغلى ده. طب يا حبيبي انت شغال؟ ايه يا ابونا انا شغال في شركه باخد مرتب بالدولار. طب انت زعلان ليه؟ ما الدولار بيعلى. انت نشكر ربنا؟ يقول لك بس برضه قلقان. طب يا حبيبي يا ترى مراتك شغاله؟ يقول لك نشكر ربنا في نفس الشركه وبتاخد بالدولار برضو يا ابونا. طب يا حبيبي لما انت بتاخد بالدولار ومراتك بتاخد بالدولار انت مكتئب ليه؟ يقول لك افرض يا ابونا رفدونا احنا الاثنين وقعدنا في بيتنا والعيال اتشردت وجاعت. فساعات ببقى عايز اقول له طب افرض وانت بتعدي العربيه خدتك وخلصنا. يعني ما هو فكره انك بتكتئب على اعتبار ما سيكون، ده تعديه الشارع لو فكرت بيها بالمنطق ده هتبقى مش عايز تعدي الشارع. فوصلنا لمرحلة أحبائي دلوقتي إن إحنا إيه؟ حتى لو ربنا ساتر علينا ومدينا حاجات حلوة بقينا إيه؟ بنكتئب احتياطي. يعني أنا بكتئب احتياطي لألا هتفائل ويطلع بعد كده حدث بايخ فاكتئب وخلاص. إيه ده إن شاء الله؟ جوع، جوع. إحنا جعانين لربنا، وعشان كده حتى لو ظروفنا معقولة وحتى لو الدنيا ماشية بنكتئب. وبقى الشخص الجعان دايما مكتئب، وهو مكتئب لانه في الاساس ايه؟ جعان.
وياما ناس بمنطق الدنيا عندها قدرات وإمكانيات لكن مكتئبة. مكتئبة ليه إن شاء الله؟ لأنه جعان، مش شبعان بربنا، لأنه الجوع يجيب اكتئاب. يبقى أولا الجوع يجيب أمس وتذمر، مش كده؟ بتقمص وازعل من الناس ويصعب عليا قوي قوي من الناس، وكنت متعشم من الناس اللي حواليا دي هتشبعني، بس الحقيقة محدش بيشبعنا شبع حقيقي غير ربنا. والجوع أيضا يجيب اكتئاب، يجيب نوع من أنواع القفلة والضيق. كويس، إيه كمان يجيبه الجوع؟ يعمل إيه كمان؟ تفضل. غضب وعصبية، إيه رأيكم؟ منتشرة ولا مش منتشرة العصبية؟ مش كده؟ منتشرة جدا العصبية دلوقتي، يعني الدنيا بقت متوترة طول الوقت. أنا فاكر زمان كان في المزمور 90 اللي هو الساكن في عون العلي، فلما جيت أحفظه زمان وأنا شاب صغير فلقيت إنه بيقول كده: ومن سهم طائر في النهار ومن شيطان الظهير. إنه ربنا يحميك منين؟ من سهم طائر في النهار، السهم ده، أو شيطان الإيه؟ الظهير. فرحت الخادم بتاعي قلت له: إيه شيطان الظهيرة ده؟ هو الشيطان ده ليه مواعيد يعني؟ يعني في شيطان الصبح وشيطان الظهر وشيطان بالليل؟ قال لي: لا طبعا ما فيش كده. قلت له: طب ما المزمور بيقول شيطان الظهير، ربنا يحميني من شيطان الظهير، معناه ايه شيطان الظهيرة؟ قال لك: ابدا، سام بيصحى موده كويس فايق، يغسل وشه، يشرب النسكافيه، وبعدين يبتدي يروح دنيته بقى، يتعامل في مدرسته، في جامعته، في شغله. فكل ما يتعامل مع الناس تحصل حاجتين: ضغط يعلى والسكر يوطى. كل ما يتعامل مع الناس ضغطه يعلى وسكره ايه؟ يوطى، لغايه الساعه 12 الظهر. فعلى الساعه 12 الظهر يحصل ايه بقى؟ تلاقي الشياطين كلها بتتنطط في وشه، اهو ده شيطان الظهير. عشان كده ربنا يحميك منين؟ من شيطان الظهير، يديك قلب واسع ويحميك من الشيطان. وعشان كده كان دايما يقولون نصيحه: لما تروح لهيئه حكوميه روح بدري. ليه تروح بدري؟ عشان شيطان الظهير بتاع 12 الظهر ده. دلوقتي نشكر ربنا الشيطان بقى بيصحى بدري، يعني من 6 الصبح، يعني بتصحى بتتخانق أصلا، يعني بتصحى بتزعق للي صحاك، رغم إنه الراجل صحاك عشان وراك امتحان، وراك شغل هتترفد، يعني الراجل بيعمل كده وطلعان روح عشان مصلحتك، بس إحنا إيه؟ بقى الشيطان بدري ليه؟ عشان الجوع، مش كده؟ الشيطان بدري عشان الجوع، إحنا جعانين ومش عارفين نقول إن إحنا جعانين، فبيطلع ده في إيه أحبائي؟ فالعصبية والنرفزة، فتلاقي الإنسان عصبي جدا وتلاقيه مشدود طول الوقت، وتلاقي كلمة توتره ويقول لك: أنا مش إيه ده؟ في جوع، في جوع. يبقى الجوع أولا يجيب أمس، ثانيا يجيب اكتئاب، مش كده؟ ثالثا يجيب إيه؟ غضب وعصبية. يجيب إيه كمان؟ إحباط، ده يخش في الاكتئاب. الإحباط ده درجة بدري. يجيب إيه كمان الجوع؟ فكروا معايا. أيوة، الجوع يجيب رمرمة. تاني، الجعان يرمرم، مش كده ولا إيه؟ يعني أنا لو جعان وموجود في مكان فيه أكل شكله مش عاطفي، بس أنا جعان وهموت بالجوع، هعمل إيه؟ هرمرم. يعني إيه هرمرم؟ هاكل أي حاجة. طب خلي بالك، ده احنا في 50 المقدسة، وده أكل، ده فول في 50 المقدسة. يقول لك: طب أعمل إيه؟ طب على فكرة العربية عليها دبان. يقول لك: طب أعمل إيه؟ ربنا يستر بقى أعمل إيه؟ هتلاقيه عمال يعمل إيه يا جماعة؟ يرمرم. وده اللي قاله الكتاب المقدس، سفر الأمثال قال: النفس الشبعانة بربنا يعني تدوس العسل بتاع الخطية، وللنفس الجائعة بربنا كل مر حلو. كل خطية وكل شيء سيء وكل شيء وحش وكل شيء خطر وكل شيء بيضر البني آدم بيعتبره إيه؟ شيء حلو. عشان كده احنا عايشين في عالم الخطية بقى ليها منطق، وبقى ليها دعاية وإعلان، وبقى ليها قانون يحميها. ليه؟ لأن احنا عايشين في عالم جعان فوش ربنا، وبالتالي الخطية بقى ليها منطق، وتطلع قوانين في الدول المتقدمة تحمي المنطق ده. فيبقى الغش نوع من أنواع المساعدة، ساعد بعضينا في الامتحانات ما جراش حاجة، وتبقى السرقة باخد حقي، ما صاحب الشركة ظالمني
وهو الحقيقة ما بيدينيش مرتبي فأنا بحاول أخد الفرق. ويبقى الزنا احتياج جسدي وأنا حر بقى من عندي احتياجات الجسدية، حرام عليكم حسوا بيا. ويبقى الشذوذ حقوق إنسان، أنا بعمل كده لأن من حقي أختار أتجوز مين وأعيش إزاي. والعناوين كلها تبان عناوين إيه؟ منطقية، منطقية. ليه العالم وصل للمرحلة دي ولسه كمان هنوصل لما هو أسوأ؟ لأنه الحقيقة العالم جعان مش شبعان بربنا، وبالتالي كل مر حلو، كل خطية طعمها كويس، كل شيء غلط يتحول إلى صح ويتحول إلى أمر قانوني، يتحط له قوانين كده. إن في الدول اللي بنسميها الدول المتقدمة في قانون لجواز المثليين، في قانون يجوز الراجل للراجل والست للست. والنهاردة الولد بعد سن 16 طالما طلع بطاقة يقدر يروح أي صيدلية وياخد الماريجوانا اللي هو الحشيش، بيبقى ليه جرعة ليه يوميا يعني. الكلام ده قانوني. يحكي لي مرة أحد الأشخاص إن كان عندهم جار أيام الكورونا وكان جايب أكثر من 30 واحد في الجنينة بتاعت البيت بتاعه بيشربوا ماريجوانا. البوليس طب عليهم وعمل لهم محضر. ليه؟ لأن هم متجمعين أكثر من 20 نفر وده مش قانوني. لكن مش عشان بيشربوا ماريجوانا، مش عشان بيشربوا حشيش، لا، ده عشان متجمعين عدد أكبر فخايف عليهم الكورونا، وبالتالي ده تجمع لعدد كبير أكتر من 20 نفر، فالمحضر كان طالع كده عشان ده تجمع لأكتر من إيه؟ من 20 نفر. طب والحشيش اللي بيشربوه؟ قال لك لا ده قانوني، ده قانوني، والدولة بتشتغل في القصة دي. أبونا أنت بتهزر؟ لا ده الحقيقة، ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. السؤال الثاني المهم والأخير، طب إزاي نشبع؟ يعني إحنا خلاص لقطنا يا أبونا إن الجوع اللي جوانا ده واللي إحنا مش واخدين بالنا منه هو اللي بيجيب القمص، هو اللي بيجيب العصبية، هو اللي بيجيب الرمرمة والخطية، هو اللي بيجيب الغضب والاكتئاب. يعني إحنا بنعاني بنسب مختلفة من الحاجات دي وموجودة في حياتنا، وساعات بنبقى مش عارفين سبب الحاجات دي إيه. خلاص إحنا فهمنا بنعمة ربنا إنه سببه إيه؟ الجوع لله. طيب نشبع إزاي؟ لأنه ربنا ليه المجد، يسوع المسيح عارف إن إحنا جعانين فادانا الأدوات اللي نشبع بيها. أول أداة هو جسد ودمه اللي موجودين على إيه؟ على المسبح. عشان كده لما المسيح ليه المجد في يوحنا 6 قال أنا هو المن النازل من السماء، ليس كما أكل أباءكم المن في البرية وماتوا. لما كلمهم إنه الناس بدأت تسأل سؤال، كيف يعطينا جسده لنأكل؟ هو إحنا بنأكل جسده ودمه إزاي؟ هنا المسيح في القداس في كل مرة أبونا بيصلي الخبز والخمر بيتحول إلى جسد ودم المسيح بعمل الروح القدس. وهنا بعض الناس تقول هو لازم ناكل جسد المسيح ودمه؟ آه ليه؟ لأن إحنا جعانين والجعان محتاج إيه؟ يشبع. ويجي وعد ربنا بوضوح أنه في كل مرة نأكل من هذا الخبز ونشرب من هذا الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا في أو يثبت في وأنا فيه، أو يحيا إلى الأبد وأنا أقيم فين؟ في اليوم الأخير. كلها بركات لكل واحد فينا يأكل من جسد المسيح ويشرب من دمه. ولأنه ربنا عارف أن احنا غلابة وان احنا هنفضل طول عمرنا جعانين، قال لا انا ما سيبش ولادي جعانين، انا اشبع ولادي، اشبعهم بجسدي ودمي اللي موجودين طول الوقت على ايه؟ على المذبح. فاول مصدر من مصادر الشبع جسد المسيح ودمه اللي على المذبح. وعشان كده دوري ودوركم ايه؟ ننتظم، نحضر قداس اسبوعي ونحضر اكتر من مره في الاسبوع، ونحاول على قد ما نقدر نقول يا رب احنا ما نقدرش نشبع واحنا مفصولين عن جسدك ودمك. ايضا في مصدر تاني للشبع، بصوا ارميا النبي يقول ربنا ايه في العهد القديم، يقول ربنا وجدت كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح وبهجه القلب. بيقول ربنا انه كلامك ده يا رب ايه؟ يتاكل. كلام ربنا اللي هو ايه؟ كتاب المقدس والتعليم والوصايا، مش كده؟ والرسائل. فكلام ربنا اللي بعته لنا مش كلام يتقري أو يتسمع، ده كلام يتاكل. ولما يتاكل الإنسان يشبع. واحد يقول لي يتاكل إزاي؟
أقول لحضراتكم، أنا سألت مرة أحد الآباء عندنا هو كلام ربنا ده يتاكل إزاي؟ قال لي الآتي، قال لي الكلام أو الأكل عشان ناكله في ثلاث مراحل مهمين. أولا بندوق الأكل، ندوقه، وبعد ما ندوقه ويعجبنا بنمضغه، مش كده؟ ما أنا لو ما استطعمتش الأكل مش همضغه، لكن لما استطعمه أمضغه، وبعد ما أمضغه ألاقي نفسي مع الوقت إيه؟ كبرت. مش هو ده اللي بيحصل؟ كلام ربنا كده. أولا يتضايق، يعني يتضايق؟ يعني كل يوم أقرأ إن شاء الله إصحاح أو نص إصحاح لمدة 5 دقايق، وإن شاء الله أفهم آية واحدة، آية واحدة بس. أنا كده بعمل إيه مع الوقت؟ بدوق. فأنا بدوق كلام ربنا كل يوم، وطبعا اللي يدوق بانتظام هيعجبه الكلام، فيقرر إنه يعمل إيه؟ يمضغ. واحد يقول لي يعني إيه أمضغ؟ يعني ما تقراش وتعدي بقى، اقرأ ووزن نفسك على الكلام. يعني أنا النهاردة مزعل مراتي، وبعدين لقيت الكلام اللي جاي النهاردة في الكتاب المقدس بيقول لي الآتي: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. واضحة؟ رسالة واضحة ولا مش واضحة؟ ربنا بيقول لي كده، لو حبيت اللي بيحبك إيه الميزة اللي أنت عملتها؟ مش كده؟ يبقى ربنا هنا بيكلم مين؟ أي حد ولا بيكلمني أنا؟ بيكلمني أنا. فاكتشف من خلال إن أنا أوزن نفسي على كلام ربنا، وامضغ كلام ربنا، واهتم بأن أنا أدرسه كويس وامضغه كويس واهضمه كويس، هكتشف إن أنا عندي وصايا مش بعملها، وإن أنا أبعد ما يكون عن المحبة الحقيقية، وإن أنا أبعد ما يكون عن الصدق، وإن أنا أبعد ما يكون عن الطهارة، وإن أنا أبعد. فاروح لأب اعترافي وأقول له الحقني، أنا رب يعني وقفت قدامك لقيت عندي مشكلة، فالحقني يا أبونا، أنا إنسان بكذب، أنا إنسان بشتهي، أنا إنسان مش بتوب. أقعد مع أب اعترافك وخد تدريب وصلي وقول له رب قويني، علشان مع الوقت تبتدي سنة بسنة تكبر في علاقتك بمين؟ بربنا. يبقى المرحلة الأخيرة أن أنا كمان بعمل إيه؟ بنمو وبكبر. عشان كده كلام ربنا يتاكل ولا ما يتاكلش؟ يتاكل. يتاكل لأنه أولا بيتداق، بقرأ كل يوم بانتظام، ثانيا بيتمدغ، بحاول أشوف إيه اللي أنا بعمله وإيه اللي مش بعمله، ثالثا بسعى بجهاد وتوبة وطلب نعمة وصلاة بإرشاد أب اعترافي إن أنا أنمو في الوصايا واتغير وأصلح من نفسي. يبقى مصدر نمرة 2 من مصادر الشبع هو إيه؟ كلام ربنا. ويبقى الإنسان مننا اللي عايز يشبع لازم يهتم إنه كل يوم يقرأ من كلام ربنا. الحاجة الثالثة والأخيرة عشان وقتنا، يبقى أول مصدر من مصادر الشبع جسد المسيح ودمه على المذبح. المصدر الثاني من مصادر الشبع كلام ربنا اللي اتقال عنه: وجدت كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح وبهجة القلب. والنقطة الثالثة، الجو الروحي أو الجو الكنسي ده شيء مشبع في علاقتنا بربنا. أنا وحضراتكم ما نتخيلش قيمة الجو ده إلا بعد الشر لما بنحرم منه، لكن إحنا جوه الجو الروحي ده، نظام الكنيسة، الصلوات، الليتروجيات، النهضات، البصخات، 7 و4، السهرات الروحية، القداسات، والجو الروحي ده حضانة لينا عشان نشبع ويحصل لنا إيه؟ ننمو ونكبر. وبقدر ما الإنسان ركز جوه الكنيسة وركز جوه الليتروجية والصلوات والقداسات، بقدر ما هو مع الوقت شبع في علاقته بمين؟ بربنا. والعكس صحيح، بقدر ما خرج بره الكنيسة وإدى نفسه إعذار إنه ما بقاش موجود، بقدر ما الشيطان يستفرد بيه وما ينموش وما يشبعش في علاقته بربنا. أنا فاكر كويس قوي في سنة من السنين سافرت بره علشان أصلي لمجموعة من الأقباط في دولة أوروبية ما عندهمش كهنة، فكانوا بينتدبوا، لغاية دلوقتي بيحصل كده، ينتدبوا بعض الآباء من مصر يروحوا يصلوا للشعب القبطي اللي في الدول دي. فروحت دولة من الدول، وبعدين أنا فاكر ده كان في أسبوع الألام، فجيت يوم الاثنين البصخة، تعرفين في أسبوع الألام فيه 5 ساعات صباحية و5 ساعات مسائية، فبدأنا من الساعة 7-8 الصبح. طبعا هم غالبيتهم في أشغالهم لأنه الدول دي ما بتديش أجازات يعني. وبعدين جم على بالليل بدأوا بقى الناس تيجي، بدأت الناس تحضر البصخة،
وجيت على الساعة 10 خلصنا البسخات، فقلت لهم امضوا بسلام يا جماعة، يعني امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. فقالوا يا ابونا احنا كده خلصنا؟ قلت لهم اه. قالوا يعني خلاص كده؟ قلت لهم خلاص. قالوا طب مفيش حاجة بتاعت بكرة ناخدها النهاردة؟ فضحكت قلت لهم واحنا فرن عيش؟ يعني حاجة بتاعت بكرة ناخدها النهاردة؟ احنا حاجة النهاردة بتاعت النهاردة وحاجة بكرة بتاعت بكرة. يعني ايه بكرة؟ يعني ناخد صلوات الثلاث نخليها يوم الاثنين؟ مفيش، ده احنا كنيستنا منظمة يعني. قالوا طب خلاص قدسك ادينا درس كتاب. قلت لهم نعم. مش قدسك فاضي ولا وراك حاجه؟ قلت له فاضي، انا سايب اهلي في مصر يعني ما عنديش حاجه. قالوا طب خلاص ادينا درس كتاب. قلت لهم حاضر. فمن 10 ل 11 اديتهم ايه؟ درس كتاب. يا جماعه امضوا بسلام، ابونا في شويه اسئله. يا جماعه امضوا بسلام. قال لك لا في اسئله. هتمشينا من غير ما تجاوب؟ قلت لهم لا عينيا حاضر. هو بيحرجوني بقى قاعدين مش عايزين يمشوا. من 11 ل 12 اسئله. طبعا جيت 12 قال لهم امضوا بسلام هيتكلموا. قلت لهم سلام الله ايه؟ ماهيش راجعه بقى. مش راجعه، ما احنا من 6 الصبح او 7 الصبح، حرام يعني الاحساس كويس. وبالتالي انا ماشي مبسوط بقى ليه؟ لاني حسيت الناس دي ايه؟ جعانه. وحسيت انه نشكر ربنا بغض النظر احنا فين، في كل مكان في كنيسه وفي نهضه وفي مؤتمر وفي كهنوت وفي اسرار وفي قداس وفي خلوه وفي مش كده؟ دي بتعمل ايه بقى القصه دي؟ بتشبع اولاد ربنا. ما يعرفش قيمتها غير اللي ما عندوش ده، بينما اللي عنده ده ممكن ما يبقاش واخد باله من قيمتها، بس الحقيقه دي ليها قيمه وقيمه غير عاديه، لدرجه احد الاباء القديسين يقول كده: ان لم تكن الكنيسه امك لا يكون المسيح ابوك. واضحه؟ يعني لو الكنيسه مش امك ما انت، واحد يقول لي بس الكنيسه مش دايما الجو مثالي، ما انا ما قلتش جو مثالي، وانا قلت جو مثالي، كلنا عندنا اخطاء وانا قبل حضراتكم. لكن أنا بتكلم على الكنيسة، بتكلم على القداس، بتكلم على النهضة، بتكلم على المسيح اللي هو مركز الكنيسة في كل حاجة. لو أنا وإنتوا ركزنا واهتمينا نشبع مع الوقت، ولما نشبع مش هيجينا الأعراض بقى بتاعت العالم دي. العصبية هتهدى والخطية هتضعف والتوتر يهدى والجوع. فمين قصدي أحبائي؟ كل ما بحط نفسي في جو الكنيسة بدون ما أقصد مع الوقت بشعر بالشبع. يبقى أنا عندي كم مصدر من مصادر الشبع؟ ثلاثة. مصدر الأول هو مذبح وجسد المسيح ودمه. المصدر الثاني هو كلام ربنا. المصدر الثالث هو الكنيسة بكل ما فيها من طقوس وصلوات وأسرار، كل دي تدي شبع. المصدر الرابع والأخير هو علاقتك الخاصة بربنا. ما فيش شك أن الإنسان اللي بيروح لربنا الحقيقة يعني عمر ما ربنا يرجعه فارغا، مش كده؟ من يقبل إلي فلا أخرجه خارجا. وشفناه وهو بيتكلم ليه المجد مع المرأة السامرية لما قال لها من يشرب من هذا الماء، قصده ماء العالم، يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه يحصل له إيه؟ لن يعطش إلى الأبد. ده مش بس لن يعطش إلى الأبد، بيقول الكتاب كده تجري من بطنه أنهار ماء حياة. يعني مش بس هو اللي يشبع، ده كمان ربنا يستخدمه عشان يشبع الناس. فكل ما الإنسان عمل علاقة بربنا وقرب من ربنا واتكلم مع ربنا وعمل علاقة خاصة من خلال الصلاة ومن خلال التواصل مع الله، ربنا وعده ليه كده: من يقبل إلي لا أخرجه إيه؟ خارجا. اللي هيجي لي مش هسيبه أبدا جعان. أنا دايما أملأ عينين ولادي، ولو ولادي قربوا مني هكون موجود في حياتهم وهبقى بوضوح حاضر في دنيتهم. وده نتيجته ايه؟ يشبع. مش بس يشبع، ده تجري من بطنه انهار ماء ايه؟ حي. ربنا يديني ويديكوا دايما نفضل طول عمرنا نجاهد في مصادر الشبع، وعندنا مصادر كتير، والحقيقه كل المصادر مطلوبه. مطلوب الكتاب المقدس، مطلوب الصلاه والعلاقه الخاصه بالله، مطلوب الجو اللي جوه الكنيسة والأنشطة والصلوات والليتروجيات، مطلوب أيضا ودي نقطة مهمة جدا الجو الروحي اللي نعيش فيه وعلاقتنا بربنا. كل دي أدوات أنا وحضراتكم لو مشينا في السكة مع الوقت مش هيملى عنينا أبدا لا أكل العالم ولا شبع العالم، لأن كل دي أمور مؤقتة. وأختم بقول قاله قديس أغسطينوس بعد توبته لما قال لربنا كده وقال للناس إنه على قمة العالم جلست عندما أحسست أني لا أخاف شيئا
ولا أشتهي شيء. لما قربت من ربنا ومشيت في سكة ربنا سكة الشبع، لا بقيت بخاف من حد لأن ربنا معايا، ولا بقيت بشتهي حد لأنه النفس الشبعانة إيه؟ تدوس العسل. ربنا يديني وديكم نعمة إن إحنا نمشي في الاتجاه ده عشان الجوع يقل والمشاكل بتاعته تقل. إلهنا المجد دائما أبديا أمين.